اهلا بيك مره ثانيه كابتن هيثم، بضيوفك الكرام، كل مشاهدي متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مستمرين وتغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي ونهائي دوري المرتبط رجال ما بين الاهلي والاتحاد السكندري. حابب ان لحضرتك برضو الاجواء اول باول هنا داخل الصاله. فريق النادي الاهلي زي ما قلنا نزل مبكرا لاجراء عمليات الاحماء، كمان نادي الاتحاد نزل دلوقتي يجري عمليات الاحماء. عايز اقول لحضرتك ان قائمه ال 12 في النادي الاهلي او السكواد اللي هيبدا بالمباراه اتاخرت لوقت متاخر جدا، كان في تيست بيتعمل لمودي الجرحي، هل هيقدر يكمل الماتش او هيبدا يبقى موجود مع الفريق في الماتش او لا، ده يمكن اللي اخر شويه قائمه ال 12 لاعب اللي هيبدا بيهم النادي الاهلي المباراه. لكن ان شاء الله اللاعبين في حاله معنويه مرتفعه جدا، ان شاء الله يكون الفوز يا رب حريف النادي الاهلي. ومعانا اكتر عشان نتكلم عن المباراه كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق. كابتن احمد، يعني كان الله في العون، ظروف صعبه لكن ان شاء الله يعني النادي الاهلي عند الموعد والاهلي بمن حضر. لو برحب بيك وبكابتن هيثم السعيد وبضيوفه كابتن سلعاوي وكابتن عماد مراد نجوم النادي الاهلي. يا رب يعني يا رب النهارده نقدر نعوض خساره اول امبارح. طبعا مش هنحكي تاني في الظروف المحيطه بالمباراه والاوضاع اللي احنا فيها. كنت اتمنى النهارده نشوف الملعب عمر طارق، كنت اتمنى نشوف محمد مصطفى، كنت اتمنى نشوف عبد الفضيل، ثلاثه كانوا هيفرقوا معانا جدا. كنت اتمنى ان يكون السلعاوي رجع، كنت اتمنى ان ايهاب امين وعمرو الجندي يكونوا متمرنين. عايز اقول لك يعني ان كل يعني انا اللي انا بتمناه ده كان المفروض يتمناه طبعا اكيد قبليه اتحاد اللعبه، طبعا لان دي اللعبه بتاعته، هو المفروض يبقى عايز النهائي ده يبقى عرس ما بين الفرقتين، هو اللي اللي نفسه الفرقتين يبقوا كاملين النجوم، بحيث ان الماتش يعني المنتج اللي هو بيديره يبقى في اعلى صوره. قدر الله ما شاء فعل. رجاله النادي الاهلي عودونا ان هم بيلعبوا في اي ظروف. عايز اقول لك ان يعني شفت روح غير طبيعيه من عمرو الجندي وايهاب امين. يعني انت لو يعني لو احنا في ظروف طبيعيه هقول لك ان لا ما ينفعش العبوا. الناس يعني من على السرير كورونا على الملعب. يعني لا يعني عايز اقول لك الموضوع وصل لمرحله يعني بكا يعني عياط، يعني اللي هو عمرو انا هاجي العب هموت نفسي في الملعب واللي ربنا مقدره يحصل. نفس الكلام ايهاب ان هو اللعيبه لا احنا هنيجي نلعب وهنساعد الفرقه باي مجهود هنقدر، دي 5 دقايق 10 دقايق كده. النهارده مش يعني مش عايز الناس تبقى ايه تحكم عليهم او تضغط عليهم لان ظروفهم طبعا. تخيل انت 10 ايام من غير ما بتتمرن، ما بتجري، ما بتلعب باسكت. فان شاء الله بس عندي 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 يعني امل في ربنا ان هم عندهم مخزون يعني مخزون فني ومخزون بدني ان شاء الله يقدروا يستغلوه النهارده في المباراه مع زمايلهم اللي عملوا مباراه كبيره من غيرهم اللي فاتت. وان شاء الله باذن الله نحقق المكسب دي لان بصراحه تبقى بطوله غاليه عندنا. عارف ان بطوله المرتبط ما هياش طموح جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي طموحه انه يرفع دوري السوبر السنه دي، انه يرفع كاس مصر، بس طبعا جمهور النادي الاهلي واللي احنا كلنا منه متعودين ان احنا لو ماتش ودي بنلعب على مكسب ان شاء الله. كابتن احمد، تحيات كابتن هيثم في الاستوديو وضيوفه كابتن سلعاوي وكابتن عماد، بيبلغوك تحياتهم ودعمهم الكامل ودعم كل جماهير النادي الاهلي ليكم النهارده. وبرغم كل الظروف احنا كلنا ثقه فيكم ان رجال النادي الاهلي يقدروا في اي وقت والاهلي بمن حضر زي ما بنقول دايما. يا رب يا رب يا رب. يعني والله صدقني فرحه جمهور النادي ده النهارده هي المهم بالنسبه لنا، ولا فارق معانا اصلا اي حاجه غير فرحتهم. يا رب ربنا يقدر يقدرنا النهارده وان احنا نسعدهم ويكون التوفيق معانا ويكون مكتوب لنا ان احنا نرجع بالكاس ده ان شاء الله. الاجواء داخل المعسكر انهالنا وطمنا على بقيه عناصر الفريق، يمكن كنتوا حريصين النهارده نزلتوا ملعب المباراه بدري جدا تعملوا عمليات احماء من بدري، وكابتن اشرف توفيق كمان متواجد معاكم النهارده وهيدير المباراه فنيا من ارض الملعب. والله صدقني الاجواء جميله من اللعيبه، كل اللعيبه اللي عنده اصابه بيضحي، اللي عنده حاجه في رجله بيضحي بيها في سبيل يعني فانيله النادي. كابتن اشرف توفيق عمل محاضره في الاوتيل ويعني التعليمات بقى الاخيره الهجوميه والدفاعيه ونقط القوه والضعف سواء عندنا او سواء في الاتحاد. فلا اللعيبه كلها على قلب رجل واحد. نفس الكلام اللي قلته على عمرو وعلى ايهاب بقوله على مهيب وعلى الجمال وعلى مودي الجرحي. التلاته يعتبروا تقريبا مصابين بس يعني طبعا حقن مسكنه، ادويه، تسخين بطريقه معينه، وان شاء الله يعني ما حدش يوم هيبخل باي جهد. اللي هيلعب دقيقه النهارده محتاجينه في الدقيقه دي.
شكرا كابتن وبالتوفيق، كل الدعم ليكم وان شاء الله واثقين فيكم ان شاء الله تقدروا تحققوا النهارده الفوز وتساعدوا كل جماهير النادي الاهلي. ربنا يخليك، ميرسي جدا، ويعني ان شاء الله كده باذن الله جمهور النادي الاهلي يفرح باذن الله. كابتن هيثم، ده كان لقائنا هنا مع كابتن احمد الجرحي من ارض الملعب، معاك دايما ومستمرين في تغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، وكل جديد ان شاء الله هيكون مع حضرتك على الشاشه. كلمه ليك كابتن هيثم وكل ضيوفك الكرام.